إذا متابعي ومتابعات قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر هنا من مدينة أسفي. نقول لكم ما أسعد الله مساءكم وتحية طيبة عطرة من حاضرة المحيط، وبالضبط احنا متواجدين حاليا منتجع رأس الأفعى السياحي. إذا عشرات الأسر تقرر بطبيعة الحال بسبب ارتفاع درجة الحرارة أن تتجه لشاطئ المدينة والرأس الأفعى باش تستمتع بهذا الجو الصيفي السابق لأواني. بطبيعة الحال احنا في فصل الربيع، ولكن الحرارة والجو لديه كلمة أخرى يقول بأن وجب على الساكنة وعلى المواطنين اللي قرابين للبحر أنهم يتوجهوا لأقرب نحطة وأقرب شاطئ قريب لهم باش يستمتعوا بهذا الحرارة ويهربوا منها أيضا عبر الاستفادة من هذه الأمواج الرائعة. ما كانش هادو الأسر تستمتعوا بطبيعة الحال في هذه اللحظات بالمياه وبالشاطئ ديال المدينة الرائع. نقول لكم هنا الشاطئ اسي، حنا دابا وريناكم رأس الأفعى شاطئ المدينة. جواد مول الطابلة، كيف الحال؟ صحيحة؟ مزيان كاتغوري يا عمر خويا. الله يلاه بخير وعلى خير، كبر فيك خويا. الأجواء الحمد لله كما كتشوف الصيف صيف قبل وقته قبل الوقت الحمد لله. شكرا اخويا كثير اخويا. اللهم بارك كما كتشوف الحمد لله اي قول الحمد. اللهم بارك كما كتشوف الناس والزوار كيجوا باش يتمتعوا بهاد الوقيته هذه. كما كتشوف كيكون البحر زوين والماريه والمواج كيكونوا طايحين شويه. المهم كيجيو بغيت يتمتعوا كينساو داكشي الستريس اللي دوزوا في رمضان وزيد عليها ثاني الزلزال مؤخرا وزيد الناس كيبغي يتفوج. وكما كنشوف مدينة اسف هذا العام كاين السياح وكاين البراني ما شاء الله، وبغينا هذه فيها العيد. فيها العيد كاين البراني بزاف اللهم بارك وزيد في ديالي. البحر نتا شي؟ انا خويا باقي ما كنتبحر، انا طل مور عيد كبير شهر 6 كنكونت انا كما كتعرف بلاصتي راه فين قدام باب لابلا. طابله لهيه؟ طابله خويا طابله. اش قلنا لك؟ طابله كنقول لك شي طابله. المهم كما كتشوف بلاصتي راه تما يوميا عند البحر انا. انت كنت برونز مزيان. واش موجود هذا العام ان شاء الله للناس اللي غيجوا عندك للزوار؟ موجود بزاف ديال الحوايج جداد، وخلي من بعد دير انا وياك انترفيو تشوف الحوايج جداد اللي موجود. عندي بزاف جديد والثمن ما يمكن. مرحبا باي واحد، مرحبا باي واحد على خوكم مرتاح. لا ما عنديش غلاء انا، عندي براسي يدير 5 دراهم. فعندك ما عندكش فابورك عارف انت خويا طه، انت راه الصديق ديالي قبل ما تكون انك ليان ولا شي حاجه. ما عارف كلشي خويا وت الناس اللي كيتابعوني واللي كيعرفوني عارفين شنو هو. عجبنا هذا المنظر هذا زوين. بالنسبه للاخوان اللي عمرو جل اسفي وجل اسفي وما جاش هذه البلاصه راه بحال ما جاش اسفي. ونقطه اخرى اللي جل اسفي وما كلاش حوت بلا ما يقول لهم انا كنت في اسفي، لان الحوت ديال اسفي اللهم بارك وزيد في ديالي ما شاء الله. ما شاء الله وبيقول كل شيء كان مدون عارفين. ما تحياتي جميع المدون. هو مدينه اسفي شي حاجه طوب، شي حاجه هوت كام كما كيقول. البحرين اليوم واليوم ما تعومش. والله اخويا ما كرهت نعوم، ولكن لابس هذا نيلو لا عارف مشكلة غنمشي غنمرض والله. لا صافي كيسرد. والله ما كرهت نعوم، والله ما كرهت. دابا انا وندير شي فيديوهات لثلاث تما ونعوم ضربت لي حال، ولكن باقي الخير جاي ان شاء الله. واش لعيبة الله راك منور سلمي على الحاج. الناس الدراري كلشي هابط دابا هما اللي طويجنات عاوتاني. الناس دايرين الكويميلات ديالهم هنايا في لابلاج. اللهم بارك. شاخدة عندنا بدا جاوي. زايد. الصيف هذا غيدوز زين. نتمناو بالنسبة للشتا اللي صبات مؤخرا غيدوز الصيف زويين. كنا باغيين الشتا والحمد لله الله عطانا الشتا ونعمة بالله. المهم بدا الشتا وزوينة والحمد لله كلشي غي كلشي غيستيرد في هذا الصيف. إلا ما كانت الشتا راه ما كان لا صيف لا والو. وكذا ومثال. أنت لا أخ ديالي. خاصة الله يعلمك هذه ضرورية. بالنسبة للحمامات اللي غيعاود يسدو هذا موضوع آخر خلوه جانبا، ولكن البنيات تكيس عليهم بصح. بصح ياك جاوب. اللهم بارك. وبالنسبة للابلاج ديال اسفي راه ولا زوين ولا نقي. شوف العلامة. واش هادشي ماشي ديال المالديف هادشي ولا نقي ولا زوين. هذا ديال الما كيداير. هو خاص واحد شوية ديال التفاتة لابلاج من ناحية الإضاءة
بالليل كيجوا كيجوا الزوار بصح كيجوا، ولكن تكون حاجه محسن ما حيدوا الا حاجه الا ولكن واحد شي حوايج يكونوا محسن ان شاء الله بحول الله. انت هما مساكن اللي مشاو لهم بروجيات كوسكات ديالهم يكون خير يكون خير، ما كيسد الله بيبان حتى يحل باب اخر. ولكن هذه المويه هذه انا والله الا تشهيت نعود هو شنو نديروا على تحدي نديروا على تحدي تلحق حوايجنا ما عندناش مشكل انا وياك تحدي وفويت وبغى الله تطبر الله تطبر دابا تولف من ديك الشهر دابا تحدي خلي نهود انا وياك بحوايجنا بقى شاد علينا الله بقى شاد علينا الله والله حتى معاك نهبطوا انا وياك مشيت اش كتعرف عليا انا صاحبي ناري قتال يا دي والله انا وياك غنهود ديك الشهر فنضربت ليها غنطلعوا خلي الله ما بقاش انا نصورك هنا اي يا خويا انا وياك اش نصورك انا وانت ما كنعرفش نصور ولا دابا انت اللي قلت لي دابا انا لا بغيت العوم بغيت قلت لي ما كرهتش نعوم انا ما كرهتش المية ديال العوم نمشي انا وخويا دابا مرحبا الله يا ولد مزيان شوف 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 عرفي دابا هاد الزروقيه هادي ما عرفتش واش كتبان لكم كي كتبان لنا حنايا ولكن راه بحال الصور داك الشيء ديال المالديف فهمتيني اللهم بارك وباقي الناس كيجيو دابا باقي الناس كيهبطوا بزاف في لابلاج خويا سير كملكم واحد واحد خويا دقيقه يلا نديرو التحدي نديرو التحدي انت كيفاش تحدي التحدي ديال اش الجواز تحدي العوم انا وياك دابا العوم انا وياك انا وياك دابا والله تتبرى ها والله تدور عبد الله بوكس بعث المواش هادشي ملي كتير عاد تفوسخ يا دابا دابا اش في هادي دابا اش انا مريض والله تتبرى قسما بالله وانا قلت لا تتبرى دابا اش نديرو مع يا سول الناس قال لك دابا نعوم انا وياك نعوم تحياتي لك الله يحفظك خويا عزيز يلا الله يكبر لك اما الناس المحبين والجماهير الله يكبر لك يلا فيري تحدي كاين واحد الجرف زوين تما ما انت تبارك الله ما شاء الله غتعود في واحد الجرف مابقاش يطلع اه قول لي تو يفضي عليا اش بيه اللي قدام مشينا مشينا شكرا خويا الله يسلمك شكرا الله يحفظك وتسالي يوم يا جواد اش بالك خويا اش بالك انا كتعرفني يا صاحبي انا 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 وجيت لي بريسلي ديال اسوي مزيفو هذاك وكان معايا غيدير معايا حتى حاجه اللي مسطر هذاك مسطر غادي نهار بريسلي جا من الوالد هذاك كيبقى يومين تحت الماء هذاك صاحبي هذاك كيبقى يومين تحت الماء هذاك كيطير في السماء تحيه لخويا علام علام جدي كاسري خويا عزيز وغالي هذاك دري دري ويش العمار هذا وانا مطيق وقال لي راني جاي عايم قلت لهم ليه كتهضر معايا بريسلي لا جي فواصه جي فواصه جمع الدولفانات وكذا مزاحي اي والدي الي روتور والله ما كرهنا نعوم اخويا طاش في عليك خويا والله ما كرهش شوف شو الماء كيف داير شو الماء شو الماء شو عندنا كل شيء احنا عندنا رضات الوالدين هود دابا غنعود نعوم من الجرف كذا من تما عومت لي حو هو غيشدي حراها هو غيشدي لنا اللايف دابا يلا بالي خويا الدراري كيعرفوك يا جواد غني تاع دير بحال الطول دير بحال الطول ابيض صحتكم الدراري كي جدي كاسيو يلا بالي هو الدري شد التليفون بين لي ها يلا اش مبين لك يا جواد انا وياك عبد الله انا نعوم معاك انا نمشي معاك حتى الراس ويلا بين لي يا كون قولا وفعلا اسمع عرفت شنو اغطس بلا ما تطاوض راسك اسف شوم عليك الجواد شوم الله يلا صافي انت شوف جواد تهبط تعوم تل لا لا عليك انا متقيد ويلي وشدي واحد صافي من بغيت تقيدو انا كندير قرون انا تبغي تدير قرون ويلي صافي لا نقرنوا بعضياتنا هنا والله ما كرهت بالله يا والله الجو زوين يا سلام يقولوا الدراري اش كيقولوا شوف دابا ما غيعرف بارك الله شوف ما يعرف بهذا الجو الا اللي كاين هنايا في راسك والله ما يعرف بقيمة الجو الا اللي كاين في الله جو يا سلام اجا لي اجا اجا نسولوك نجحت اجا نسولوك اجا فرات لاباج اجا لي بصحة والراحة دراها دابا خويا اش غنديرو ما بغيتش تعوم يلا نمشيو للتيران
صار شوف اولمبيك دابا اودي دابا شوف ديال لعبه بافركين شوف اخويا عرفتي شكون غنجيب لك اللي غيقضي عليك ودا جوات هاد الهضره كامله قصيه غنجيب لك بريسلي ماشي لا يلا معايا انت عاود على بريسلي بريسلي حبايا بريسلي اللي غيجي يقضي عليك قول لبريسلي هذا الا عايشه مريم غادي نعطيو بريسلي يلا معايا انت هنا بريسلي غيضرب معاك الطور على المدينه كامله بحريه تعرف بريسلي كاين هو راه كتهز في السما ها كتهز في السما هادي هو اللي غيصلح لك انت ما انا غتحكر عليا ودا لا لا ما حنا ما كنتش غنعومو غادي غير نتلاحو وغنطلعو غنضربات غادي نضربات هذيك الجرف كبير راه هذاك الجرف اه فين كتضرب الموجه فين كتضرب الموجه انت ما بغيتيش الا غطلع حتى عندي واحد الجرف اخر تحت منه بغيتيني نعاود بكركاس جديد الله يسمح لك ابا شهاب الله يسمح الله يسمح لنا كاملين اخويا مبروك تبارك الله عليكم تحياتي لكم وديديكاس لكم وباش ما تمنيتو ان شاء الله قال لك واحد الميتا الصيف صيف خاص صريف اخويا الخدمه اخويا في هذا الصيف اخويا الله يعطينا من فضله وضروره من الخدمه جايه الخدمه ان شاء الله ضروري ضروري طابلة فيديو طابلة فيديوهات طلع لي باج جديده طلع لي ولكن كيف تعاود تجي دايز لايف اخويا لايف اخويا جواد مالك اخويا جواد مالك يا جواد مالك قوس عليك يا جواد من اللايف ولا من فوق اللايف جواد زيد على يدي طلع جواد طلع ديري ما يعوم شوف شوف البنية التحتية البنية التحتية لا واش البنية التحتية اش دارت لك البنية التحتية يا جواد جواد ودا ودا جواد صافي قوسوا عليك اخويا جواد يلا بالي هبط يا جواد انا نية البحر هذه ما بديش تهبط لها وبالي هبط البحر قول كلمة أخيرة يا جواد قول شكرا شوف تي في شكرا خويا طاح على الخرج والله شحال بقيت خرج قاسم أطيح عادي يا كابتن الميلو ما نطيحوش وغلطة حنا نوقف على رجلينا واقفين أو تحياتي لكم تحية للمغاربة كاملين داخل الوطن وخارج الوطن ومرحبا بكم كاملين عند خوكم من الطابلة شي سوفونير شي حاجة وما تنساوش ديما تطواش حامل تحياتي